تألمنا كثيرا لصدور حكم محكمة أول درجة باعتباره يمس رمز من رموز نقابة المحامين، مش في مصر بس، في مصر وفي العالم العربي كله. ولكن ما شاهدته يوم 15/1 لم يكن محاكمة للسيد النقيب بقدر ما كان عرس وتأييد ومبايعة للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة. هذا الكم وهذا القدر من المحامين اللي مختلفين معانا في الرأي قبل المتفقين معانا، وكلهم يجمعوا على أنهم خلف النقيب، وده بيؤكد حقيقة لا أدنى شك فيها، وهي أن جسد المحاماة ونقابة المحامين لسه بخير. أنا بعتقد أن يوم 15/1 كان تأييد ومبايعة للنقيب، وبعتقد أن دي تاني مرحلة في خلال أيام معدودة. كان قبل كده مؤتمر الأقصر وكان في نوع من المبايعة والتأييد، ويوم 15/1 كان في مبايعة وتأييد للسيد النقيب وأعضاء المجلس الموقر. الحقيقة التانية اللي ممكن أتكلم فيها واللي عايز أتكلم فيها، إن إحنا تعودنا كمحامين من خلال خبرتنا إن أي حد بيصدر ضده حكم بيحاول يحابي المحكمة، ولكن ما شاهدناه من مرافعة السيد الأستاذ النقيب وبهذه القوة وبهذا القدر من الشجاعة قوانا وأكد لنا إن إحنا ما زلنا أقوياء وحنفضل طول عمرنا أقوياء. إحنا سعادة الرئيس إحنا وراك ومعاك، وأنا بقول رب ضارة نافعة. اللي حصل ده والله إنه زاد من شعبية النقيب في اللي كانوا بيختلفوا معاه، مش اللي كانوا معاه، لأن اللي كانوا معاه ها مؤيدين ومبيعين، إنما المختلفين معاه كلهم بقوا خلف النقيب. على بركة الله سير مع النقيب وإحنا وراك.